السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية استبدال الغذاء في بعض الأغذية على أساس الشخص ما يوصل حق مرحلة الحرمان، وخصوصا الأشخاص المبتدئين في اللي هو اتباع الحمية الغذائية. بمعنى بعض الأشخاص ممكن أنه حاب يتبع حمية غذائية، ولكن يقول لك أنا ما أعرف شنو أكل، أو مثلا الكاكاو ما أقدر أقطع الكاكاو، الحلويات ما أقدر أقطع الحلويات، أو عندك البرجر أو عندك البيتزا، يعني بعض هذه الأمور. ولكن أنت عندك اليوم كل غذاء تقدر تستبدلها في غذاء ثاني. بمعنى تلاحظ اللي هو مطاعم الدايت أو أصناف الدايت أو حتى وسائل السوشيال ميديا، طبعا عندنا أشخاص كثيرين يتبعون أو يعملون عمليات أو وجبات أو أكلات تكون هذه الأكلات تساعد في الحمية الغذائية. طبعا عندك مثلا يعني التمر تقدر تاكله بغذائك بالحمية الغذائية. العسل ايضا تقدر تدخل العسل الطبيعي، يعني بعض الاشخاص يقول لك لا انا ما اتناول التمر نهائيا او لان فيه سكريات، او عندك مثلا العسل، لا هذا امر خاطئ، هذه سكريات طبيعية الموجودة في التمر، والتمر غني بالفيتامينات، فانت لا تقطع هذه الامور، اساسا جسمك يحتاجها، وانت عندك كميات معينه من الدهون والسكريات اليوميه جسمك يحتاجها، خصوصا اذا انت تمارس رياضه فيها جهد عالي، خصوصا اذا انت تكون شخص حركي بشكل كبير، فبالتالي انت هنا تحتاج السكريات، تحتاج هذه الدهون، ولكن تستبدلها وتتناول الكميات اللي يحتاجها جسمك. طبعا هي كلها هذه الامور معتمده على انت الكميات اللي تختارها. زين، ابتعد مثلا عن الحلويات اللي فيها نسبه سعرات حراريه عاليه، يعني مثلا شخص يتناول على سبيل المثال نقول الدونات مع الكاكاو وعليه حلاوه وعلى الامور هذه، هذا امر خاطئ. مثلا حتى تلقى يشرب معاه مشروبات الطاقه اللي فيها سكريات عاليه، انت ما هني قاعد تتناول سكريات وهني قاعد تتناول سكريات، طبيعي انت قاعد المعدل اصلا هذه الوجبه يمكن حق معدل 3 أيام 4 أيام من السكريات والدهون الموجودة فيها. أنت تبي تتناول اختار المشروبات اللي تكون مثلا فيها نسبة السكر قليلة، المشروبات اللي ما فيها نسبة سكر فيها سكر محلى، اختار مثلا عندك مثلا الشاي البارد أيضا في اللي هو بشتى أنواعه، عندك تكون في نسبة سكريات 3 أو 4 جرام، يعني شوف أنت قاعد تستبدل هذه السكريات في او قاعد تتناول قاعد تستبدل المشروبات في المشروبات اللي هي تساعدك انك تتبع عمليه الدايت. تناول مثلا عندك الدونات، مو لازم تاكل مثلا نوع كبير من الدونات، مثلا اخذ النوع الصغير اللي ما يكون عليه مثلا كاكاو، يعني تختار انواع قليله او قليله سعرات الحراريه. البرجر عندك تتناول مثلا خبز الشوفان ما يكون فيها مثلا على سبيل المثال صوص المايونيز او الصوصات الاخرى اللي يكون فيها نسبه صوديوم او دهون عاليه، تختار مثلا الصوصات اللي هي تكون خفيفه. البرجر ايضا تتناول اللي هو اللحوم اللي هي تكون اورجانيك نفسها، ما تتناول اللحوم الاخرى المبرده اللي تكون فيها نسبه دهون عاليه، يعني انت هني متاح لك كل شيء، تقدر تتناول شتى انواع الاغذيه، ولكن دائما اختار قليله السعرات الحراريه، قليلة الدهون، قليلة السكريات، انت هني اتبعت حمية غذائية صحيحة. وأيضا الكمية أمر مهم، اختار كمية قليلة، راح تلاحظ أنك محافظ على جسمك ووزنك وأيضا على صحتك العامة. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين، وهي تمارين عبارة عن تمارين حق عضلة الصدر. طبعا راح أذكر لكم كل عضلة أنت تقدر تلعبها في النادي، تقدر يكون تمرين آخر
مقابلها في المنزل. أول شيء طبعاً معي الجهاز اللي هو البنش العالي زائد الدامبلز. هذا التمرين الأول اللي هو راح يكون بهذه الطريقة. هذا التمرين دائماً إحنا نمارسه في النادي طبعاً أو الجيم. طريقة التمرين راح تكون بهذا الشكل. هذا التمرين دائماً يستهدف يستهدف العضلة العليا لمنطقة الصدر. لاحظ بهذا الشكل، طبعاً طريقة الذراعين بهذا الشكل، ما راح تكون بهذه الطريقة، فقط على هذا المستوى ألعب بهذه الطريقة. هذا التمرين نفس ما ذكرت لكم يستهدف العضلة العليا للصدر. شنو التمرين أو ما هو التمرين اللي شابه هذا التمرين على أساس أنك تلعبه في المنزل؟ نفس الجهاز، إذا كان عندك الكرسي، أي جهاز كرسي في البيت أو أي مكان مرتفع في البيت، تقدر تثبت الرجلين بهذه الطريقة وتلعب تمرين الضغط بهذا الشكل والنزول على هذا المستوى. هذا التمرين راح يستهدف العضلة العليا للصدر وتفعيله نفس التمرين اللي قدمته لكم على الكرسي أو البنش الموجود معي. الحين طبعاً راح ننتقل حق التمرين الثاني اللي هو التمرين حق عضلة الصدر أو منتصف الصدر. راح أغير زاوية الكرسي بهذه الطريقة، أيضاً راح أخذ الدامبلز بهذا الشكل، أثبت جسمي بهذه الطريقة والنزول على هذا المستوى على أساس أستهدف منتصف الصدر. هذه التمارين اللي نلعبها في النادي أو الجيم. في المنزل راح يكون اللي هو التمرين اللي قابله اللي هو تمرين الضغط او البوش اب. لاحظ بهذا الشكل، انزل اصعد بهذه الطريقه وبهذا الشكل. طبعا كل التمارين راح يكونون 3 جولات في 10 تكرارات. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين حق اسفل الصدر، لان احنا الصدر عندنا 3 اماكن، العضله العليا زائد منتصف الصدر زائد اسفل الصدر. التمرين اللي بعده راح انزل اللي هو الجهاز بهذه الطريقه، اثبت الجسم بهذا الشكل والنزول بهذه الطريقه. هذا التمرين راح يستهدف اللي هي عضلة أسفل الصدر بهذا الشكل وبهذه الطريقة. التمرين اللي قابله راح يكون أو نفس تفعيل العضلة راح يكون اللي هو هذا التمرين، أثبت الجسم بهذه الطريقة واستهداف الصدر بهذا الشكل. لاحظ هذا التمرين استهدف لي أسفل الصدر. طبعا في هذه التمارين اللي قدمت لكم إياها تمارين اللي تمارسها في الجيم أو النادي الرياضي تقدر تمارسها في المنزل. أتمنى أن الجميع استفاد من هذه الحلقة إن شاء الله. نلقاكم في حلقات مقبلة.